بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 77. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، يواصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله البيان بأن الله سبحانه بيّن لعباده أصول الدين بالأدلة العقلية والبراهين القطعية عكس ما يدعيه علماء الكلام من خلو القرآن من البراهين العقلية، وأنه مجرد أخبار تعتمد على صدق المخبر. فيقول رحمه الله: وكذلك ما استعمله سبحانه في تنزيهه وتقديسه عما أضافوه إليه من الولادة، سواء سموها حسية أو عقلية كما تزعمه النصارى من تولد الكلمة التي جعلوها جوهر الإبن منه، وكما تزعمه الفلاسفة والصابئون من تولد العقول العشرة والنفوس الفلكية التسعة كما يزعمه مشرك العرب الذين جعلوا له بنين وبنات. قال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. قال تعالى: ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. وكانوا يقولون: الملائكة بنات الله، كما يزعم هؤلاء يعني الفلاسفة أن العقول أو العقول والنفوس هي الملائكة وهي متولدة عن الله. قال تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، إلى قوله تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. قال تعالى: أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. قال تعالى: فرأيتم اللات والعزى، إلى قوله تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى أي جائرة، وغير ذلك في القرآن. بيّن سبحانه أن الرب الخالق أولى بأن ينزه عن الأمور الناقصة منكم، فكيف تجعلون له ما تكرهون أن يكون لكم وتستحيون من إضافته إليكم، مع أنه واقع لا محالة، ولا تنزهونه عن ذلك وتنفونه عنه، وهو أحق بنفي المكروهات المنقصات منكم. وكذلك قوله في التوحيد: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي كخيفة بعضكم بعضا، كما في قوله: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. بيّن سبحانه أن المخلوق لا يكون مملوكه شريكه فيما له حتى يخاف مملوكه كما يخاف نظيره، بل تمتنعون أن يكون المملوك لكم نظيرا لكم، فكيف ترضون لي أن تجعلوا ما هو مخلوقي ومملوكي شريكا لي يدعى ويعبد كما أدعى وأعبد، كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ثم نفى الشيخ رحمه الله أن تكون القواعد التي وضعها المتكلمون وهي المقدمات والنتائج التي يضعونها مثل الجسم والجوهر والعرض هي الطرق التي يستدل بها على إثبات العقائد. قال رحمه الله: فهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يدعو الناس بها إلى الإقرار بالخالق وبنبوة الأنبياء، ولهذا اعترف حذاق أهل الكلام كالأشعري وغيره بأنها ليست طريقة الرسل،
وأتباعهم ولا سلف الأمة أو أئمتها، وذكروا أنها محرمة عندهم، بل المحققون على أنها طريقة باطلة، وأن مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت المدعى بها مطلقا. ولهذا تجد من اعتمد عليها في أصول دينه أحد أمرين ولهذا تجد من اعتمد عليها في أصول دينه فأحد أمرين لازم له: إما أن يطلع على ضعفها ويقابل بينها وبين أدلة القائلين بقدم العالم فتتكافأ عنده الأدلة، أو يرجح هذا تارة وهذا تارة كما هو حال طوائف منهم، وإما أن يلتزم لأجلها لوازم معلومة الفساد في الشرع والعقل، كما التزم جهم لأجلها فناء الجنة والنار، والتزم أبو الهذيل لأجلها انقطاع حركات أهل الجنة، والتزم قوم لأجلها كالأشعري وغيره أن الماء والهواء والنار له طعم ولون وريح ونحو ذلك، والتزم قوم لأجلها وأجل غيرها أن جميع الأعراض كالطعم واللون وغيرها لا يجوز بقاؤها بحال، لأنه محتاج إلى جواب النقض الوارد عليهم لما أثبتوا الصفات لله مع الاستدلال على حدوث الأجسام بصفاتها، فقالوا صفات الأجسام أعراض، أي أنها تعرض وتزول فلا تبقى بحال، بخلاف صفات الله فإنها باقية. وأما جمهور عقلاء بني آدم فقالوا هذه مخالفة للمعلوم بالحس، والتزم طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم لأجلها نفي صفات الرب مطلقا أو نفي بعضها، لأن الدال عندهم على حدوث هذه الأشياء هو قيام الصفات بها، والدليل يجب طرده، والتزموا حدوث كل موصوف بصفة قائمة، وهو أيضا في غاية الفساد والضلال، ولهذا التزموا القول بخلق القرآن وإنكار رؤية الله في الآخرة وإنكار علوه على عرشه إلى أمثال ذلك من اللوازم التي التزمها من طرد مقدمات هذه الحجة التي جعلها المعتزلة ومن اتبعهم أصل دينهم، فهذه داخلة فيما سماه هؤلاء أصول الدين، ولكن ليست في الحقيقة من أصول الدين الذي شرعه الله لعباده. وأما الدين الذي قال الله فيه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فذاك له أصول وفروع بحسبه. وإذا عرف أن مسمى أصول الدين في عرف الناطقين بهذا الاسم فيه إجمال وإبهام لما فيه من الاشتراك بحسب الأوضاع والاصطلاحات، بين أن الذي هو عند الله ورسوله وعباده المؤمنين أصول الدين فهو موروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما من شرع دينا لم يأذن الله به فمعلوم أن أصوله الملتزمة له لا تجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو باطل وملزوم الباطل باطل، كما أن لازم الحق حق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.